يسدد، ولكن واقف كالديرون. ادي كره مره تانيه، وادي نجيب بيسدد وبترتد، جول 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 جول. شكري نجيب، شكري نجيب، بالفعل نجيب في الدقيقه 61 بعد ما دفع بيه بيدرو بارني من دكه البدلاء الى قمه المجد والتلألؤ والاضاءه، بيضع هدف ولقطه مضيئه للدراويش بعد تمريره هات وخد ياخدها الاولى يصد رضا والتانيه رضا من شكر نجيب علشان يتقدم النادي الاسماعيلي مشاهدينا.